كلام على عاتق الكل عم نحكي. اصحى يجيب مولد على البقاع، صاحبين ونوشي صاحبين عمال ممنوع يفوتوا على الشركه، وموظفين شركه ممنوع يفوتوا على الشركه. انه المبكي المبكي في زحله. فبدل أن يعمد أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون أصلاً بالتعرفة التي تحددها وزارة الاقتصاد والطاقة إلى تخفيض هذه التعرفة بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، عمدوا إلى التظاهر أمام معمل توليد الطاقة العائد لكهرباء زحل احتجاجاً على نية الشركة تغذية المدينة بالكهرباء 24/24 خلال 10 أيام من حيث المبدأ. ولفت نظر للمعنيين بشكل ديمقراطي وندعوهم إلى للمبادرة، لأننا بعد حين سننهج نهجاً مقاومي شركة كهرباء لبنان وندخل المنطقة في ظلام دامس وفق نظرية علي وعلى أعدائي. ألم يكفيكم سرقة المواطنين طيلة 30 سنة؟ سألت رابطة مخاتير البقاع. نحن هذا مشروع أسعد ناكيد كم خطير قضاء زحلة، نحن بدنا نحميه بصدورنا لهذا المشروع. منيش سعادة محافظ البقاع فرق ما تعطيهم ترخيص ليعملوا مظاهرة، كنت شرف في حضرة المحافظ نزيل وحاسبهم على الأسعار اللي عم ياخذوا 900,000 ليرة وتركت المظاهرة ب 14,000. كيف الدولة بتعطيهم ترخيص لناس غير شرعية عم بيحاربوا الشرعية وعم بيحاربوا مطالب أهل زحلة وعم بيحاربوا الاقتصاد الزحليوي وعم بيحاربوا السياحة بزحلة؟ جمعية تجار زحلة توعدت بتحرك شعبي ضد ما وصفته بالتحرك الوقح لأصحاب المولدات.